الدنيا طغاش لسه انا وانت ما عشناش ممكن وما تحبها. يا صباح عسل وصباح سكر وصباح انا وصباح رضا صباح اخضر. بصوا بقى مساء صباح في العسل طبعا وكله. انا هعمل ايه النهارده؟ الناس الكسلانه انا هعمل ايه النهارده؟ اول حاجه كده انا صحيت بدري قلت اروق الشقه النهارده الخميس. استنى كنت مطيع القران بس معلش ثانيه واحده. قلت ايه بقى المصحة اروق الشقة كده لو وقت الحتة دي لسه هنقل بس هنا الترابيزة واحطها هنا وزبطت الحتة دي مؤقتا كده يعني. وعملت ايه بقى ودخلت المطبخ معلكم بقى. سو انا حطيت المنظفات هنا كلها عشان اللي عاوز حاجة لقاها قدامي هو الحط ده يعني ايه كده. وعملت المطبخ بصوا بيلمع كده بيلمع 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 بيلمع. بصوا من نعمة ايه تلحسي من عليها العسل. هي مثل القديم كده كانوا يقعد يقولوا زمان. المهم وقلت بقى يا نشوى خلصت الشقة بدري اعمل ايه اعمل ايه؟ العيال لسه نايمين واللي قاعد يجي من على السرير ده للسرير ده والمراوح يعني شغالة بقى طول الليل الله ينور يعني. فقلت اعمل ايه؟ قلت علي ايه قال لي قوم اما نخرج النهاردة الخميس قوم ادلعك بقى. فانا نازله اتدلع بصراحه يعني انا دلوقتي خارجه اتدلع. مفيش روتين مفيش طبيخ مفيش ترويق مع اني نظفت والنعمه. لو كنت اعرف ان هيدلعني يعني وناوي يدلعني كنتش عملت حاجه من ساعه ما صحيت. بس كنت همشي واسيب الشقه كده مقلوبه لا يلا خير. فالوقت بقى انا ايه نازله ايه اتدلع بس مش هعمل اي حاجه. عايزه اقعد على البحر ساعه المغرب كده واسمع صوت الموج. عايزه كده اقعد بقى واسمع الشماسي بقى والناس البياعين واللي رايح يشتري حاجه واللي جاي بيبيع هدوم والذره المشوي والايس كريم. وعايزه اكل سندوتش لحمه. ايوه والله عايزه ادلع نفسي النهارده ما اعرفش ليه بس عايزه ادلع نفسي. فانزل وبعدين انا مش هدلع نفسي برضو عشان ما يبقاش حرام عليا. لا والله عايله هيدلعني يعني ربنا يجازيه كل خير عني. فهنزل دلوقتي بقى البس بقى ايه حته دلع بقى كده ونشهيص نفسنا وصباحكوا عسل وقشطه وصباحكوا فل والظهر التل. يلا بينا ننزل هنزل اجيب هدوم واقول لكم انا هلبس ايه. يلا بينا الهدوم تحت في الشقه اللي تحت هدوم الدلع في الشقه اللي تحت هنا حتى عبايات كده يعني. فانزل بقى اطلع كام حاجه كده وشوف هلبس ايه. يلا بينا. بصوا بقى ده صوت كده ولا صوت معرف صوت. المهم يعني انا معرفش اسمه ايه اللي هم بيبقوا اتنين شبه بعض شبه بدله الكاراتيه. نادين كانت طالبه كانوا عارضه على الفيسبوك كانت طالبه اتنين نفس اللون واحد مقاسه كبير وواحد مقاسه صغير عشان تديني واحد وهي تلبس واحد. هي البت دي بتحب قوي ان احنا الاثنين نلبس زي بعض فطلبته من ورايا. فعملنا خناقه وضرب نار وشاكلنا. المهم ايه انا دفعت حقي واحد وتاه والله احنا احنا واخدين التاني. فدفعت حق واحده عشان هي تاخده فبعد ما جابته طلع ده المقاس الكبير. فهي قاعده تقول لي يا ماما كبيره عليا فقالت لي قيسيه. فانا هقيسه بس انا ما بحبش البس الاثنين لون واحد بصراحه فهقيسه وهنشوف ماشي. حاسه ان انا رايحه العب كاراتيه يعني. بصوا ما عجبنيش 1% يعني انا استحاله كنشوة. انتوا بتضحكوا عليا يعني نور الكاميرا بتضحكوا عليا. حاسه والله ما منزل كده ابدا. بصوا يا لا استنوا كمان ده في حزام يعني ايه عشان اكمل ال بس ليه ما جابوش حزام اسود او احمر بتوع الكاراتيه اهو. بصوا هلعب كاراتيه واجي على طول. لا ما عجبنيش خالص. بصوا استنوا دلوقتي هعمل لكم الكتة الاولى وهنعمل ضرب جامد. مش عارفه مش مرتاحه له نهائي. انا هلبس انا خارجه ادلع نفسي مش خارجه ايه ده انا هضحك الناس عليا. انا كده نشوه معلش انا لكن البتاع الاورنج اللي هي اورنج فوشيا اللي هي جايباه لي ده انا ما اعرفش البسه خالص. انا كده انا نشوه اخرج بقى اتبسط بقى واتفسح بقى وهيصه واقضي اليوم. صباحكوا عسل وصباحكوا سكر وصباحكوا هنا. علي بيطلع العربيه من تحت اهو. بصوا يا علي
تعالى هنا شوية يا عم علي. انت لابس تيشيرت ابيض ليه؟ لابس ابيض ليه؟ عشان اقلدك ولا انت اللي بتقلدني؟ خلاص انزل. طيب يا علي، علي اتفضل اتفضل. خد بس، كنت عايزه يعني نحكي لك على موضوع. ايه؟ انا بسمع ان انت بتقول عايز تدلعني. اه، فممكن من اول خطوه في الدلع عايز اسوق. عايز اسوق. حافظني 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 اصلا من غير ما تقول. انا عارف والنبي اسوق والله. ساعه ما كده تقوم انت سايق بقى. عادي عادي عادي. صباحك فول. صباح الفول. اسوق اسوق والله العظيم. الراجل ده ابن حلال، بيحرجني بكرم والله. الراجل ده ابن حلال وامه ست جدع. لا استنى، بص انت هتسوق دلوقتي لحد ما تودينا عند المحل اللي هناك ده اهو، واسوق انا. طيب ماشي. انت لسه تعمل ايه؟ اروقها كده بس يعني، زي ما احنا اتزوقنا هي تتزوق. انت بتزوقها؟ بيحبها. بص حب يا اولاد، بيحبها اكتر ما بيحب ولاده ذات نفسهم. والنعمه. بس مش هتسوق يعني؟ لا اسوق، بس اروح بس المحل ده. لا مش سوبر ماركت. بصوا يا جماعه، اللي هو يعني كوافير. في حد ممكن بقى ده اقول لك لا ما ينفعش. مع ماشي كده والله، عمره في حياتي ما بتحس. والله يا علي لما يلاقي لازم تبقى الدنيا قريب. والله كل فين وفين يخلينا سوق ويبقى قاعد جنبه ويبقى فرحان بيا. فرحان بيا. وعلي على فكره عايزه اقول لكم على حاجه فانو. علي اكتر واحد في الدنيا بيفرح لما يشوفني ناجحه ويشوفني شاطره ويشوفني بسوق العربيه وبخرج وليا اسمي وليا كياني. اكتر واحد في الدنيا بيفرح واسعلها ان هي تنجح فعلا. والله العظيم بجد. ويعني لما بقاش قاعد جنبي متضايق ولا مفيش والله. علي ده بيبقى تقفيل مخي يعني. بثبته. لا بس لا هو حقيقي والله. انا عارف لما تتكلم. يلا بسم الله توكلنا على الله. ايه ده يا علي؟ جايب ديل مين يا علي؟ قديم. جاي اصل انت لا انا ولا انت بناكلها. دي كانت بقت فلوس. بقت فلوس ولا كانت واحده راكبه معاك؟ يعني واحده هجيب لها بسكوته من ام جنيه. قيمتها يا نشوه ما تستمع على السوق. هجيب لها صباح الخبر. صباح واحنا فين؟ طرنا ده ليه؟ وازاي شايلين؟ علي بقى جاب لنا الغدا يا ولاد. جاب لنا الغدا. ازيكم عاملين ايه؟ جبت لنا ايه بقى؟ لوحدنا من غير العيال. النهارده الفسحه لوحدنا من غير العيال. النهارده اليوم تبعنا. جبت لنا ايه؟ جبت لك سندوتش وده سندوتش. ايوه بقى. وبيبسي بقى. وبيبسي اهوت واخر دلع في الدنيا. طب نعمل ايه دلوقتي في برنامجنا؟ ناكل. ناكل هنا؟ ناكل على البحر. نروح على البحر؟ اه يا واد. رايك؟ تودينا على البحر؟ يلا بينا. يلا بينا. يلا بينا. اللي انا علي عايز اسالك سؤال. قريب. فاكر اخر مره جينا على البحر؟ فاكر لو ما كانش معانا ولا جنيه؟ وما كانش معانا فلوس خالص. كل ما حد يعدي تقول لي ايه؟ انا كان نفسي يبقى معايا فلوس عشان اجيب لك اللي انت عايزاه. انا عمري ما قلت جمله زي دي. والنعمه. ما كانش معايا يعني. ما كانش معاك يومين. الحمد لله. طب انت تفتكر بقى النهارده الحمد لله معاك؟ لا هعمل لك نفس المره اللي فاتت. والله العظيم كان في ناس بتعدي بحاجات وهدوم وبيجامات وابقى عايز اشتريها وما كانش معاك. هنجيب النهارده. والله؟ والله. هيجيب النهارده بقى لا عشانك عيانه بس. ايه؟ والله. ما انا عيانه اصلا. والله يا نشوى عشانك تعبانه بس. والله انا ما عيانه. برضيكي عشانك كنت تعبانه. كنت تعبانه ماشي. بيرضيني. صباح عسل. شو شروط؟ نيجي نفتح لايف؟ يا شو؟ Yeah.
بقى عايزه اقول لكم يعني بعد الغروب المنظر خيالي، والله خيالي. لا تقولي لي ساحل ولا تقولي لي غردقه ولا تقولي لي اي حاجه في الدنيا، هو ده بيتحدث عن نفسه. بصوا بقى بعد البحر والقعده والغدا، علي قال لي قعدني هنا نحلي بقى، هنقعد هنا نحلي ناكل حاجه حلوه. نشوف انا هطلب ايه واقول لكم. هنا يا حلو هو، ايوه بقى ده افوكاتو بالكيوي بالاناناس بهيص. انا 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 الاوريو ده، انا اللوتس ده. ليش هو؟ نعم اتفرج علينا بقى. اتفرج على انت ومين؟ ها؟ انت ومين؟ اتفرج علي. اتفرج عليك؟ لا لا لا، بصوا بصوا تعالوا، انتوا مش متخيلين ده عامل ازاي؟ هو انتوا مش متخيلين الحجم ده، الحجم ده 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 بقى. لا هزعل. بصوا الحجم ده، بصوا مش عايزه اقول لكم والله. لما اتكلموا على الحجم ده، لا لا انا هوريهم بس ده عشان الناس تعرف. يا جماعه بجد حاجه جامده وبتاع سورين، دي حاجه فوق ما حد. قشطه قشطه مش جامده والله فعلا، يعني بحاجه وقشطه سليمه كده. ايه ده يا عم؟ ايه ده يا عم؟ سيب لنا حاجه. فطيعة افوكادو بالمكسرات بالعشاء بالعشاء بالعشاء. بصوا على النبي، بصوا بقى كوباية نشوة، كوباية ده حجمها، انا في حياتي ما شفت كوباية بالحجم ده باللوتس. اسحب على صدرك اشرب عشان تنسى. انا عايز انسى، انا عايز انسى ومش عارف. انا كنشوه. هو انت خسرانة حاجة؟ انا كنشوة، انا كنشوة ونسيت كل حاجة. هو كده عيب ان انا بعمله ده، اسمه عيب. لا يا بنت مش عيب ولا حاجة، دي قلة ذوق. الحق حرفا ده في كاجو تحت. طب ما تاكليه. ما انا هاكله. ده بقى خلصت بتاعتي فهتدور على بتاعتها بقى. ده ملك لوتس والله. يعني هو فعلا ملكه؟ ها؟ ده مسكر قوي، ده كله لوتس. كله زبدة اللوتس. حلو، حلو قوي قوي. آيس كريم باللوتس مع بسكوت لوتس مع لبن لوتس. لبن لوتس. انا عايز اشرب بقى، انا هفضل ماسك البتاع. يلا يا جماعه مع السلامه بقى. شوف القشطه، القشطه دي رهيبه بجد يا سوريين، انتوا بتعملوها ازاي؟ ولا هي هنا؟ مع السلامة. اتكلم. شغالة؟ عشان بتصور. الله حلوة قوي والله العظيم، البتاعة دي فظيعة. أنت عارف دي بقى؟ دي بنجي لها مشوار يا جماعة والله. والله احنا احنا في دوماتيك جديدة. يعني احنا خلصنا راس البر وجينا دوماتيك. بصوا القشطة عاملة ازاي، انا بس هوريها لهم. انت قاعد تنسي تجيبي بقى القشطة تحطها هنا. اصلا انا ناقص. لا القشطة هنا فظيعة. حلوة، حلوة قوي قوي يعني. ألف هنا يا معلم. تعالى. انا في سؤال عايزه اساله. اولا انا جبت الولاد البنات اهم، وامير قاعد مع اصحابه، نزلته هو نزل عند مكان يقعد فيه مع اصحابه زي كافيه كده، وانا هاخده دلوقتي وانا مروح. انا بقى بسال سؤال تاني. طبعا انا اخدتهم يعني يتفسح شويه ويلف شويه انا والبنات. السؤال تاني بقى، نادين وعلي متخاصمين ومتخانقين خناقه. تعالى نادين.
تعالي انا السؤال ليكي انت، تعالي تعالي. هما بيتخانقوا في العربيه خناقه جبار، فهم دين بيتخانقوا والله العظيم ملاحظ مناده عامله كده. علي جايب لي لب بالصلاه على النبي، هو ده الصح اصلا؟ وقعد يجيب لي لب وانا قاعده ازقز في اللب. لا هو صح كده، اما حد ما اب يجي يتكلم مع عياله المفروض الام ما تتكلمش ولا تتدخل. ماشي. اه والله انا عشان. انا ما اتدخل، انا كان عارفه بقى فين في حريم. اه يقوموا داخلين واقفين في صف العيل، تتلاقى خلاص الراجل بقى لا ما هي بقى الحين دي بتبقى بتحب تتلاقى هبته راح. لا مش بتحب. لا والله مش والله حلو. هي كده اما تتدخل يبقى كده كلام ابوها ولا في الدماغ، ما تسمعلوش يا بنت بالاخر. والله لا يبقى كده انا اللي مش دماغها، لو انا كنت ما في دماغها كانت اتكلمت برده. المهم هم الاثنين بيتخانقوا، انا بقى بسال سؤال واحد عايز اساله لنادين. نادين سابت الخناقه اللي مع ابوها وقامت خبطاني هنا في كتفي، ماما اخر كلام بيني وبينك ما عادش اكلمك في حياتي عشان عايزك عايزك تسكتيني يعني. طب انا هسكت ابوك وبيتكلم ازاي؟ اقول له اسكت انت. بقول له ايه؟ لو امير كنت اتكلمتي. لا انا لو في الصح هتكلم، مش في الصح خلاص انا ما اتكلمش. هو انت غلطانه؟ صح؟ ايوه انت غلطانه وباباك بيربي ربيكي. انا ذنبي ايه؟ نعم نعم الف وشي الف وشي. نعم مين غلطاني يا ماما؟ بابا. لا بجد يا ماما انت بجد بتتكلمي كده بجد؟ ايوه بتكلم بجد والله العظيم. انا ما عادش مكلمني انا ليه يا اول؟ والله انت كسبان. وانا ذنبي ايه؟ مش انت هو انت يا بنتي حرام عليك، انا ما عملتش حاجه، انت مش شكلها مع ابوكي. المهم فدي خناقه من الخناقات اليوميه العاديه اللي احنا بنحب نشارككم بيها. ان القصه ايه بقى؟ القصه لا اكيد هحكي. القصه ايه؟ ان نادين كانت عند هحكي والله. نادين كانت قاعده مع عمتهم اللي هي عمتها امل وعمتها حنان وعمتها اميره وكده. فامل امل عمتها امل ونادين عملوا خناقه مع بعض واحنا مش موجودين. فلما احنا لما دخلنا مش خناقه يعني، هي البنت مش هتخانق مع عمتها، شدت عليها شويه. هي عمتها شدت عليها شويه فنادين زعلت. فلما انا جينا هم قالوا لنا عشان يعني ما نبقاش احنا ايه يعني زعلوا البنت واحنا مش موجودين. فعلي بقى لما ما اتكلمش هناك بصراحه، لما جيت هنا بقى العربيه استفرد بنادين العيب. ربنا من اللي غلطان يعني ربنا يخلي لاخته اللي كان حكالت حكايتك من اللي غلطان يا نشوف الحكايه اللي حكيت لي من غلطان. حق ربنا سيبك بقى. لا نادين غلطانه طبعا عيب. ولو قلت كده هتبقى انت قلت قد ايه؟ بشتيمه وخلاص. لا بقول لك لو انت قلت غير كده زعلتش يا بندق. احنا انت بص بكره تعرفي ان احنا مظلومه فيكي مصدوم واقف مصدوم في مرايتي برضه مصدومه فيا انا. مالي انا ما اتكلمتش؟ هو انت يعني كنت ناقص تخليني لازم اشهد انا الشهاده الاخيره دي؟ انا مالي انا. خلاص ما تزعليش يا بندق والله ما تزعلي ابدا. لا ما ينفعش اقول لها ما تزعليش. لا سبقت اتقطب. سبقت اتقطب. طب انا هقفل انا بقى عشان كنت ناوي اخدهم افسحهم، بس ما شاء الله ربنا يخلي لنا علي والله ولا فسحه حد عقدنا عينا الفسحه هنلف ونرجع وربنا يخليك يا امل انت وعلي وهضطر ان انا نروح. لا بس امل يعني امل مش من النوع اللي هي تعمل مشاكل يعني، هي دايما بتبقى قايمه بدور اللي يعني هي دايما تنصح العيال وتخاف عليهم كده يعني. هي بتقعد تنصحني انا وبتخاف عليا انا، مش هتعمل بقى في عيله صغيره، فهي خايفه على نادين فبتنصحها. بس هي نادين بنتي يعني طيبه يعني، هي طيبه نادين طيبه وحلوه ومحدش قاعد ينصحها. لو سمحت حضرتكم اهو حلوه كده نادين كده انا شاطره، محدش يدعوى بنتي صح كده؟ انت هتشرب من ده؟ ده لو شفتك ما كنتش خليتك. ما هو انا جايبه لهم منه. لا ما تدهاش. جبت لهم اللي هو اسمه يا اولاد ايس كو اي ميلكي شيك ميلكي شيك شيك شك شك ميلكي شيك لوتس. لو سمحتي كده يا ماما ونانو مخصماها. ليه بقى؟ عشان فتحت الشقه اللي تحت قعدت هي واولاد عمتها في الشقه يبهدلوا فيها وانا قافله الشقه ومنظفاها. والله قعدتي دقيقتين يا كذاب وانا قافله الشقه ما حدش يخشها. دخلت العيال ودخلت قعدت في الشقه اللي تحت. يلا نقفل بقى خصامات كده. احنا خصامات كلنا 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 مخاصمين بعض. العربيه دي كلها مخاصمه بعضها. مش كفايه انت وجوزك متصالحين؟ الحمد لله الحمد لله. بصي يا في حد ذاتها دي حلوه والله. المهم اللي احنا بس نروح ناكل. يلا بينا احنا نتكلم كتير. انا ارد بس رد واحد بس. اوان قبل ما ارد عليه احنا حولنا عربيتنا ميكروباص ما شاء الله العيله كلها يعني كل واحد يبقى بالاجره. اه فلما ناهم مروح فباكل لب بايظ. اه باكل لب بايظ فيقوم ايه
الاستاذ علي يقول لي، هي بتقول لي انا باكل اللب ده بايظ. قلت لها يا نشا والله العظيم هيتعبك وهيجيب لك اسهال، وانت اللي زيك والله، انت يعني اللي زيك محطوط في المستشفى ما بخرج منه. انت ماشيه كده والله بحب الله، يقول انت ماشيه اصلا بحب الله، ده انت اللي زيك اصلا المفروض تحط في المستشفى. انا مش بجزي، وانت ما اعرفش ايه، وانت ما ينفعش تاكلي حاجه بايظه. انا مش بعاير والله، انا بكلم يكلم ننتو، انا بفوت شويه شويه اتعلق لي محلوي. ما هو فعلا هات لي يا اخويا في بلدك حلاوتي. ايش هو بالحلاوه؟ ما الفرخه البيضه بتبقى شكلها حلو وبيضه وملزلزه ونضيف، بس تلاقيها مفيش جيه، مفيش عافيه، تلاقيها بروطه كده. لا انا بتكلم عن الفراخ البيضه. نفس الفيديو ختم اليوم، صدق بقى ان هو كان أصلي. يوم دمه تقيل وكان يوم وحش، وانت انا عامله شبه الفرخه البيضه اللي عامله كده اهو. ده تعبير مجازي. تعبير مجازك ولا منزيمك؟ نفي الفيديو على كده. كان يوم حلو؟ ما كانش يوم حلو. لا والله كان حلو. كان لا ما عجبنيش بقى. نرجع من الاول. ما عجبنيش. ما كده مش عاجبني. انت ما جيتي كنت معانا في اليوم. انا عارف. ما تحكي لهم في الاول اللي كنت ايه. ما عجبنيش اليوم. بصراحه اليوم ما عجبنيش وانا ما اتبسطتش وما عملتش حاجه يعني زياده عن الناس. كل الناس بتاكل وبتمشي. كل الناس بتخرج وبتاكل بره وبتتفسح وبتشرب وبتصرف وبيشتروا وبيعملوا عادي يعني. محسسنا يعني ان هو عامل الهيله. وهقفل الفيديو على كده ومش هشكره. مستنيين اشكره؟ مش هشكره عشان انا شبه الفراخ البيضه. لا ما قلتش شبههم والله. انا كنت بقول تعبير. قالك انت يا واد يا بتاع يا بتشيل اثقال، كل يوم بتشيل لك 10 كيلو حديد. تصبحوا على خير. انتوا من اهل.